تمثل في الاتهامات القاتلة والتهديدات الذمية التي أطلقها وزير خارجية إسرائيل خلال زيارة رسمية للمغرب بحضور نظيره المغربي الذي من الواضح أنه كان المحرك الرئيسي لمثل هذه التصريحات غير المبررة. وهنا تجب الإشارة إلى أنه منذ عام 1948 لم يسمع أي عضو في حكومة إسرائيلية يصدر أو يصدر عنه أحكاما أو يوجه شخصيا رسائل عدوانية من أراضي دولة عربية ضد دولة عربية أخرى مجاورة. وهذا الأمر يتعارض بطبيعة الحال مع كل الأعراف وكل الاتفاقات الجزائرية المغربية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل هذا أو تدل هذه الظاهرة على العداء الشديد والاندفاع المتهور دون أدنى قيد أو حدود. وعلى الصعيد الأمني الإقليمي فقيام السلطات المغربية بمنح موضع قدم لقوات عسكرية أجنبية في المنطقة المغاربية وتحريض ممثلها على الإدلاء بتصريحات كاذبة وكيدية ضد دولة الجار يشكل عملاً خطيراً وغير مسؤول ينتهك أحكام المادة 5 من معاهدة القوة وحسن الجوار والتعاون العبرة ما بين الجزائر والمغرب، فضلاً عن كونه يتنافى تماماً مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب البيان المشترك السابق ذكر. تشمل هذه الأعمال العدائية أيضا التعاون البارز والموثق للمملكة المغربية مع المنظمتين الإرهابيتين المدعوتين الماك ورشاد اللتين ثبت ضلوعهما في الجرائم الشنيعة المرتبطة بالحرائق المهولة التي شهدتها عدد من ولايات الجمهورية مؤخرا، إلى جانب عملية التعذيب والقتل الهمجي الذي راح تحيته المواطن جمال بن سوي ترمله الله بواسع رحمته. ومن جانبها فإن الفضيحة التي لا تقل خطورة عن سابقتها والمتعلقة ببرنامج بيجاسوس قد كشفت بما لا يدع مجالا للشك عمليات التجسس الخفيفة التي تعرض لها مواطنون ومسؤولون جزائريون من قبل أجهزة الاستخباراتية المغربية مستعملة هذه التكنولوجيا الإسرائيلية. في الواقع فإن القائمة طويلة وتشمل على سبيل المثال إذا حصل القرار أحادي الجانب بفرض تأشيرة الدخول وبطريقة تأسفية وغير مبررة على الجزائريين بما في ذلك الرعاية الأجانب من أصل جزائري في أعقاب العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة مراكش عام 1994 والتي اتضح لاحقا أنها من فعل شبكة إرهابية مغربية وأجنبية لا علاقة لها مطلقا بالجزائر. يضاف إليها انتهاء
القنصلية العامة الجزائرية في 20 نوفمبر 2013 بمدينة الدار البيضاء المغربية. هذا الفعل الشنيع والتعدي الفاضح على رموز وقيم الشعب الجزائري ودولته الذي لم يقدم الطرف المغربي بشأنه لا تفسير ولا اعتذار، بل إن مرتكبه وهو ناشط ضمن ما يسمى بحركة الشباب الملكي استفاد من حكم بالسجن لمدة 2 مع وقف التفاهة إزاء جريمة انتهاك حرمة مؤسسة سيادية تتمتع بالحماية الدولية تم تكييفها من طرف القضاء المغربي زورا على أنها مجرد انتهاك ملكية خاصة. وبخصوص الالتزام بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، تخلت المملكة المغربية عن التعهد الرسمي الذي التزم به الملك الحسن الثاني والمدون في وثائق رسمية لمنظمتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بينما يعيش القادة الحاليون للمملكة المغربية وقع وهم فرض إملاءاتهم على المجتمع الدولي فيما يتعلق بأطروحة الحكم الذاتي المزعوم.